كان أن من خلال التنفيذ الأخير الكرة تصطدم بالقائم الأيمن. ربما الحكم رفض هذا الهدف في هذه المحاولة اللي كانت يعني نشوفوا الإعادة باش نتأكدوا هل يعني كان هناك خطأ، يعني ماذا هناك الحكم ديال التماس للمساعد الثاني تنفيذة اللي كانت من بعيد، ما كان هناك أي شيء. اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن، ربما محاولة ثانية لأن كانوا جوج ديال اللاعبين اللي كانوا قراب وإن ما كانوش ساهموا في هذه الكرة هذه، إذا غير محتسبة في الدقيقة العشرين هذه المحاولة اللي كانت بعيدة المنتخب الجزائري، وكتبقى النتيجة دائما متعادلة على أي أن تفتح شهية المنتخب الجزائري لبورغ للمرمى. ما تأكدوا بأنه يمكن يعني التغلب على هذا الدفاع الجنبي المتراس حتى الآن واللي بمساعدة القائم الأيمن أيمن، فيعني صد مجموعة ديال المحاولات جوج اللي كانوا أخطر والأخطر منها اللي كانت سجلات قبل قليل، لكن جوج ديال اللاعبين كانوا يعني متسللين من جانب المنتخب الجزائري. فرصة مرة أخرى لكن ما كانش هناك تحكم في الكرة بالطريقة المثلى، تعود الكرة لفائدة المنتخب الجامبي مرة أخرى، لكن يعني اللاعبون الجزائريون هم الأكثر يعني تواجد بالمعسكر ديال المعترك المنتخب الغامبي. الكره في الوسط ديال الميدان، التقنيات يعني فارق في كل شيء ما بين اللاعبين، لا بالنسبه للفنيات ديال اللاعبين ولا كذلك من خلال الاستعداد البدني وكذلك الفرق اللي كيلعبوا فيها اللاعبين، فهناك محترفون هناك ايضا محترفون. اذا على اي نتيجه كتبقى دائما متعادله بين الفريقين، التعادل من بعد مرور 21 دقيقه. دخلنا الان في الدقيقه 22 من الشوط الاول من هذا المباراة، تعيش دائما على البياضة. تغيير الاتجاه كانت في كرة اليسار لفائدة المنتخب الجزائري الذي يبحث دائما عن الوصول لمرمى المنتخب الغامبي. اللاعبين ديال المنتخب الغامبي من بعد ما فطنوا بان هناك تفوق ديال اللاعبين الجزائريين فرجعوا بشكل كبير الى الدفاع تخوفا من تفاقم الوضع في اللحظات القادمه، لان الهدف يمكن ياتي في اي وقت من الاوقات. تعود الكره لفائده المنتخب الجزائري مره اخرى من بعد هذه التمريره اللي ما كانتش موفقه، لم تكن مضبوطه بشكل الدقيق، وهناك يعني اصابه في صفوف منتخب الجزائري مرة أخرى، والحكم ماذا هناك قد يوجه إنذار فعلا في صفوف المنتخب الغامبي. إذن هذه أولى الأضرار بالنسبة للمنتخب الغامبي، وبايسيكو جوجابي ويعني الدخل بقوة يعني كانت واضحة حد التدخل ضد لاعب مجد بوغرا من صفوف المنتخب الجزائري. اذا سيتواصل اللاعب بعد هذا الانذار الاول اللي كان في صفوف المنتخب الغامبي الذي يعاني منذ بدايه المباراه من ضغط لاعب المنتخب الجزائري. وصلنا الان لنصف الشوط الاول من المباراه، 22 دقيقه ونصف واول انذار في صفوف المنتخب الغامبي الذي يبحث عن نفسه في هذه المباراة، في مباراة تلعب بملعب الاستقلال، الاستقلال الذي كان سنة 1965. قلت بأن غامبيا بلد اللي هو نامي يعتمد على المجال الفلاحي بشكل كبير، معتمدا على نهر الذي يخترق غامبيا في الوسط. فرصة من جديد لفائدة المنتخب الجزائري لكنها تضيع، البلد ديال 1,411,000 نسمة، ما كاينش هناك سكك حديدية في غامبيا، حتى أن بالنسبة للإحصائيات ف يعني البلد نامي وبحث عن نفسه من الناحية الاقتصادية. بالنسبة للهواتف النقالة غير متواجدة بشكل كبير، كل 1000 من الساكنة عندهم فقط 4 ديال الهواتف، يعني عدد قليل من الهواتف اللي ما كتجاوش يعني 5000، هذا حسب الاحصائيات اللي كانت سنه 2000. كتنتقل الكره لفائده المنتخب الغامبي مره اخرى، وكيتواصل الحمله لفائده المنتخب الغامبي اللي ربما تكون هذه من اخطر المحاولات لكنها كانت تمشي بعيده عن المرمى. العالم القروي واللي متواجد بشكل كبير في غامبيا، ذلك ان 63% من الساكنه تعيش في العالم القروي بغامبيا. تمرير مرة أخرى يعني يعدل هذه المحاولة اللي من خلالها مرات الكرة فوق المرمى.
الحارس كلحي حارس المنتخب الجزائري. تنفذ الكرة من طرف الحارس كابشي باتجاه المهاجمين، لكن الدفاع يعني هناك تكتل كبير ديال المدافعين، لأن اللاعبون يدركون قوة اللاعبين الجزائريين والفنيات العالية اللي كيتوفروا لها اللاعبين والخبرة، لأن هناك مجموعة من اللاعبين اللي كانوا شاركوا في نهائيات كأس العالم اللي كانت بجنوب أفريقيا، اللي من خلالها المنتخب الجزائري ما سجلش يعني نتائج اللي هي كبيرة في الوقت اللي كان كيتواجد في المجموعة اللي هناك فيها كل من سلوفينيا اللي تفوقات على المنتخب الجزائري، ثم كل من انجلترا في المباراة اللي ربما كانت هي الأفضل، وأيضا المنتخب ديال الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المجموعة اللي تأهلوا عليها عند الفريقين كتنتقل الكرة من جديد لفائدة المنتخب الجزائري، فرصة ومحاولة من بعيد من للتنفيذ مرة أخرى، لكن التمريرة هذه ما كانتش موفقة. قلت بأن الأرضية تعيق تحرك يعني السير ديال الكرة، وعادة ما كتنتقل الكرة للجانب الآخر ليس بالرغبة في التمريرات الخاطئة، ولكن مضطرون لاعبين في الوقت اللي كتكون هناك تمريرة، ومثل هذه الأرضيات لا يصلح لها إلا التمريرات العالية وتنفيذ من بعيد. لاحظوا مرة أخرى تبعد الكرة من طرف المدافعين. مدرب ديال المنتخب الغامبي بيتر جونسون بونو شأن وشأن مجموعة من المدرب. فرصة مرة أخرى يعني كانت هناك مطالبة بضربة الجزاء، لكن الحكام خلى الامتياز والكرة لفائدة اللاعبين الغامبيين، ويحتسب رمية التماس لفائدة المنتخب الغامبي. 26 دقيقة دائما التعادل دون إحراز الأهداف من الجانبين. فرصة لفائدة منتخب غامبيا مرة أخرى يحافظ على الكرة ديالو. فرصة والهدف الأول، هدف لفائدة منتخب غامبيا الذي يفاجئ المنتخب الجزائري في الدقيقة 26. 1-0 يأتي ما لم يكن في الحسبان. السيطرة لا تعني التفوق في المباراة، وهذا سيفتح شهية اللاعبين الغامبيين ليثيقوا أكثر بالنفس. منتخب غامبيا يفعلها ويتمكن من إحراز الهدف، وهذا يعيد السيناريو الذي كانت قد عاشته العناصر الجزائرية في مباراة إفريقيا الوسطى، عندما تمكن منتخب هذا الأخير من الفوز على الجزائر بهدفين مقابل صفر. إذن 1-0 لفائدة المنتخب الغامبي في هذه المباراة. الهدف اللي جاء في الدقيقة 26. لاحظوا مرة أخرى التمريرة والتوغل داخل المنطقة ديال الجزاء، يعني ربما هنا لاحظوا في الوقت اللي عنه يعني اللاعبين بحثوا على ضربة الجزاء، لاحظوا هنا المرور ديال يعني، وهذا كيذكرني بالهدف ديال اللاعب السعيدي اللي تلعب أيضا بالمنتخب الجزائري في نفس تقريبا نفس المكان، تمكن انه يراوغ ويتمكن انه يسجل. اللاعبين ربما كانوا تخوفوا من الاعلان عن ضربه جزاء، يعني خلاو اللاعب يلعب بارتياح شيء يمكنه انه يتمكن من وضع الكره داخل المرمى. 1-0 لفائده منتخب غامبيا في هذه المباراه، اللي المنتخب الجزائري سيعمل على يعني العوده باقل الاضرار، على الاقل التعادل من هذه المباراه قبل العوده في الملعب ديال 5 جويليه بالعاصمه الجزائر. اذا 1-0 لفائده منتخب غامبيا. تستمر العمليات من الجانبين، تمرير لفائدة المنتخب الجزائري، فرصة ديال الهدف ديال التعادل تضيع في هذه الأثناء في الدقيقة 28 من الشوط الأول من المباراة، الذي أصبح يعيد بالكثير من العطاء من بعد الهدف الأول اللي جاء لفائدة المنتخب الغامبي الذي جاء ضد مجرى اللعب 1-0. بلد 1,411,000 نسمة متغلب الآن على البلد اللي العدد ديال السكان ديالو 30 مليون نسمة. لاحظوا مرة أخرى الإعادة والتي من خلال ضاع هدف على المنتخب الجزائري، واللي كان بامكانه يسجل الهدف ديال التعادل قبل الشوط الاول من المباراه. اذا 1-0 لفائده المنتخب الغامبي. الكره تعود الى الدفاع مره اخرى، وكان ذكي هنا في التعامل مع الكره اللي كتصطدم بالمهاجم الجزائري وكتمشي الى التماس. قلت ضد المجرى ديال اللاعب كيجي الهدف الاول لفائده المنتخب الغامبي من بعد سيطرة ديال البداية واستحواذ على الكرة من طرف اللاعبين الجزائري. الكرة في الوسط مرة أخرى لفائدة المنتخب الغامبي، لكن التدخل كان سليم من طرف العناصر الجزائرية. دائما المحاولات الغالبية ديالها بالنسبة للمنتخب الجزائري تأتي من الجهة اليسرى، فرصة في هذه الأثناء محاولة تنفيذ، لكن مشات الكرة بعيدة عن المرمى باش كتبقى النتيجة دائما متعادلة. الوقت غادي يمر هنا بسرعة على المنتخب الجزائري، كنلعبوا الدقيقة 29، يعني غادي يمر الوقت بسرعة على المنتخب الجزائري. خرجت الكرة من بعد هذه التمريرة. أذكر مرة أخرى بأن هذا المنافسات تعريف مشاركة مجموعة من اللاعبين
عفوا مشاركة مجموعة ديال المنتخبات التي عودتنا على أنها تكون مرشحة لنيل كأس إفريقيا غابت عن الدورة الأخيرة بكل من غينيا الاستوائية وكذلك بالغابون والتي توجت المنتخب الزامبي والذي قدم دروسا في مجال كرة القدم وفي الاستمتاع. فرصة الآن لفائدة منتخب الغامبي مرة أخرى داخل منطقة ديال الجزاء وكادت تعلن الهدف الثاني. هنا هناك ثقة بالنفس أكثر بالنسبة للاعبين ديال منتخب الغامبي.